ونبدأ مع التطبيق المميز iCareFone، وهو برنامج سطح مكتب سيفيد مستخدمين أجهزة الآيفون بشكل كبير جداً، حيث يمكنك من إدارة ملفاتك وبياناتك كالنقل من iTunes إلى iDevice أو نقل مختلف البيانات كالموسيقى والصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال وما إلى ذلك من الآيفون إلى حاسوبك الشخصي أو العكس. والشيء الجميل أنه يمكنك أيضاً استعادة ملفاتك المحذوفة وحل مشاكل النظام المستعصية، بالإضافة إلى إمكانية عمل نسخ احتياطية لبياناتك. بجانب هذا، وجب الذكر أنه يتوافق مع أغلب أجهزة الآيفون الجديدة كآيفون X، آيفون 8 وآيفون 8 بلس، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام iOS 11 وiOS 12. يمكنك تجربة البرنامج بشكل مجاني على الويندوز والماك، وإذا أعجبك بعدها تستطيع اقتناء النسخة المدفوعة. ثانياً، مومنت برو كاميرا، تطبيق كاميرا جديد يأتي مع مميزات وإضافات جميلة تساعدك على التقاط صور احترافية، حيث يمكنك من تغيير إعدادات متقدمة كفتح العدسة، التركيز التلقائي والآيزو، وكذلك توازن اللون الأبيض وما إلى غير ذلك من الإعدادات التي تتناسب بشكل كبير مع الفوتوغرافيين المبتدئين، وتسهل عليك عملية التقاط صور احترافية فقط بواسطة الهاتف. لكن من عيوب التطبيق هو أنه حالياً لا يتضمن وضع الفيديو، ويمكن يمكنك تجربته مجاناً على iOS وبدفع دولارين على سوق بلاي. ثالثاً، بلانت سناب. إذا كنت من محبي الطبيعة الخضراء وتحب الاطلاع على أنواع الزهور والنباتات، فهذا التطبيق سيناسبك. فبفضل الذكاء الاصطناعي يستطيع هذا الأخير أن يتعرف على نوع الزهور والنباتات فقط من خلال التقاط صورة لها، وذلك لما يحتويه التطبيق من قاعدة بيانات كبيرة تعطي أغلب أنواع الزهور والنباتات والأشجار الشائعة على سطح الأرض. بجانب هذا، فتستطيع أيضاً تصفح محتوى التطبيق وأقسامه للتعرف على نباتات وزهور قد تراها لأول مرة. التطبيق مجاني على كل من أندرويد وiOS مع مشتريات بداخله. رابعاً، كيبو براوزر، متصفح يجمع بين كل من السرعة، البساطة، كثرة الميزات العملية والتي ستفيدك في تصفح المواقع. من ناحية الواجهة، فكما قلنا واجهته بسيطة وشبيهة بواجهة جوجل كروم، وذلك كونه يعتمد على محرك بحث كروميوم 6.9، كما أنه أثناء تصفحك لصفحات الويب ستلاحظ سرعة في تحميل الصفحات. غير هذا، فالتطبيق به عدة خيارات كخيار كتم الإشعارات المزعجة، منع الإعلانات، النوافذ المنبثقة. التطبيق حالياً لا زال جديداً ومتاح فقط على أندرويد بشكل مجاني. خامساً، كاروت ويذر، تطبيق طقس جديد يعمل على إعلامك بكل تغير يطرأ بطقس المدن التي حددتها، حيث يبين لك توقعات الطقس في كل أيام الأسبوع وفي كل ساعة في اليوم، مع إمكانية الضغط على أي مكان تريد لمزيد من الأخبار حول الأحوال الجوية. الجميل أن التطبيق له نسخة مدفوعة وهي الموجودة على أب ستور، والتي يمكنك من الاطلاع على توقعات الطقس التي كانت موجودة قبل 70 سنة أو حتى تنبيهات بعد 10 سنوات، أي بمعنى آخر يمكنك السفر عبر الزمن. التطبيق متاح مجانا على أندرويد ومدفوع بثمن 5 دولارات على iOS. انتهينا من عرض التطبيقات، الروابط تجدونها أسفل الفيديو. نلقى